أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: هل ثبتت هذه اللفظة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل ثبتت هذه اللفظة عن النبي صلى الله عليه وسلم: خير الملوك معاوية؟ الله أعلم، ما أدري. معاوية صحابي رضي الله عنه، يكفيه أنه صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه صهر الرسول صلى الله عليه وسلم، فأخته أم حبيبة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو كاتب هذه أيضا من كتاب الوحي، يكتب الوحي للرسول صلى الله عليه وسلم، وله فضائل عظيمة رضي الله عنه. حياتك، ويكفيه من الفضل أن الله جمع المسلمين على يده، وقمع الفتنة على يده، وصارت خلافته وولايته رضي الله عنه جمعا للمسلمين، وأخمد الفتنة، وقضى على أصحاب الفتنة، وساس المسلمين سياسة حسنة، وقد أعطاه الله الحلم والرحمة والقوة، فله فضائل رضي الله عنه. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.